هذا سيل سيل عياشي. سيل عياشي. سيل عياشي عنده ولد اسمه اسود. ومشى في الجيش الفرنسي يعني. سي منصور يبعث رسالة أو يعمل قصيدة هم يقولوا رسالة. يقول فيها هي رسالة العياشي يلقي في النهر لابنه الأسود عندما ذهب للخدمة العسكرية مع الجيش الفرنسي سنة 1941. يقول له ضحضاع مهمية أرض عادي جدول من نبغيه من المغادرة. ضحضاع أرض وحيشة في بر متخلط ربيع حشيشة يصعب على الفرق اللي تفق بريشة سنوات المغرب من بيدي دادي كان عشت يا الأسود تلاقي عاشة ولا عاد عمر في الشقام المادي ضحضاع بسحوينا تقابل عروق السمس من همينا مسير قد 10 أيام من مشينا البابور يتكل مع الميقادي سير فيه يا الأسود طريق بزينة وزيد قول عامل على الكريم المادي ضحضاع غير مثاير وترجع على الجبال دار بناير ما تقطع كان العجل هداير من الخطورة والسواد الماضي وإن شاء الله اخطأت من الجزائر ولا قد تونس ضحية بلادي يوم الأسود على الوالد بتاعها على نفس الميزان القافية قلنا تحضى حشين جرافة وترجع على الجبال دار قفافة ما يقدر كان الموتر شافة مشغول تلفت والخلف الرادي لذهب يتلفت قد الجرافة يدل صاحبة شور الصيح مقادي ضحضاع شي مروض وترجع على الجبال بل متوم لا حفر لا والد ولا مسود لا صور عالي لا عرب وبادي زهيدين نصف النهار يعوض عايش على الأقوى كلاها الصادي ضحضاع غير شاتي لم هذبي تراه لنا فاتي فجر خلا ساعات يبدا مباتي من عيشتي والصبر فارغ زادي يا حي ما تعلم على ما ياتي مكناس ولا مرق الجوادي ضحضاع ومهامين أرض عادي جدوا من نبغي من غادي يعني القصايد موجودة وربما القصايد ما يش بدونا هذه هي المعضلة الكبيرة لأن بحثنا في برشا شوية قصايد اللي جبت من المعال معنا ما همش موجودين في الكتب ولا في ما زالوا في الأفكار والأندلس إن شاء الله نحاول معنا جمعوا لما لا إن شاء الله لأن الشعراء برشا والقصائد برشا والمواضيع برشا واللوزان كذلك برشا وفي حد ذاته الحرب باللوزان